فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز لي في قيام الليل وقد أقرأ جهرا بصوت عالي؟ هذا بحسب الأحوال. إن كان ما عندك أحد يتأذى من نائم أو تال أو مصلي، ما عندك أحد يتأذى بجهرك، فالجهر أفضل في الليل، الجهر في الليل أفضل، إلا إذا كان عندك أحد يتأذى بالجهر فتسر.